المروكي كان يقتلوا كي كنا نقولوا باللي الموحدين جزائريين والمرينيين جزائريين والغطاسيين جزائريين والمكناسيين جزائريين، وكل ما بني وما صنع وما من وقت يوبا الثاني الى يومنا، يعني حتى يعني قصر نمسكار في مراكش، قصر عظيم غير كيما بناوه بناه الجزائري عماد رحموني. يعني بصح مازال ماشي هذاك هو كيفاش نقول، احنا ماشي هذا هو الامر اللي راح يشوكي المروكي الزائر للصفحه. طبعا حتى الجزائري كاين جزائريين بزاف ما على بالهمش. الدوله الادريسيه بنوها قبيله اوربا الجزائريه، اشرت الى هذا المره اللي فاتت ولكن لم اضع المصدر. اليوم نحط لكم المصدر، والمصدر شكون؟ السي عبد الرحمن بن خلدون، الجزء السادس صفحة 193، بدا يحكي على أوروبا والمسار تاعهم. بون ما نحكيلكمش بالتفاصيل، حنحط لكم الصورة، صورتين ولا ثلاثة من الكتاب، ديروا بوز اقراو واحد تفهموا السياق. يقول لك باللي أوروبا دخلوا في الصلح مع الأمويين في وقت أبو المهاجر دينار، يعني كسيلة وأبو المهاجر كانوا متفاهمين بيا وكان يعاملوا معاملة حسنة. بعد كي جاء عقبة بن نافع ما تفاهمش مع كسيلة، ما تفاهموش، يقال بأنه كان يعامل معاملة سيئة من قبل عقبة بن نافع، وبالتالي كسيلة قتل عقبة. ومن بعد واش صرا؟ قيس واحد يقال انه تابعي ولا ما على باليش، قيس رجع البرقة وانتظر الدعم حتى بعد في هذاك الوقت طاح حكم يزيد بن معاوية، بحكم وراه مروان، ومن بعد مروان مد قيس هذا بالجيش، وفي نفس الوقت قبل ما يصدم هذا قيس على كسيلة والجماعة، كسيلة واش دار؟ لم عليه البرانص والبربر وحكم ودخل قبل ما يجيني كاش طلاب ولا يقول لي بلي من إفريقية، دخل إلى القيروان ونصب نفسه أميرا عليها. بصح كي صدموا هذاك الوقت الأمويين عليه وهزموهم، هزموا البربر اللي تما، واش داروا قبيلة أوربا؟ هربوا من مواطنهم بلوراس وهذوك المنطقة تاع شرق الجزائر، وتبعوهم العرب حتى للمغرب الأقصى. يعني هربوا تاع أوروبا من شرق الجزائر إلى المغرب الأقصى، فاستولوا، قراو مليح واش قال ابن خلدون، فاستولوا على وليلي منطقة ما بين وليلي ومكناسة، ومن بعد ولات فاس، استقروا هناك وانتظروا. يعني يحب يقول صدموا المغرب الاقصى، ما همش من المغرب الاقصى، صدموا المغرب الاقصى هما من الوراس، حتى جاء ادريس الاول كي وصل عندهم فبايعوه واقاموا دوله الادارسه. هي دوله ادريسيه دوله جزائريه ايضا، لانها اقيمت على يد الاوربيين الاوربيين الاوراسيين، مثل ما كانت فاطميه جزائريه لانها اقيمت على سواعد الكتاميين الجزائريين.